السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جيت نشارك معكم قراشل. كيف كتشوفوا المقادير اللي عندنا بسيطة وسهلة. قراشل كتجي منفوخين، كيجيو منفوخين وفشفشين رطبين، والمذاق تيجي رائع. إذن غادي نبداو على بركة الله. أول حاجة نشوفوا المقادير اللي عندنا. عندنا جوج كيسان ديال الحليب بهاد العبار، جوج ديال الحليب وواحد تاع الماء، وربع تقريبا قل من نص الزيت، هذه زيت الزيتون. عندي ايضا غندير معلقه تاع النافع، ثلاثه المعالق تاع السكر، شويه ديال الملح. عندي بياض البيضه اصفر غنخليه ندهن به، والبياض غنديرو في بعض الحال غنخليه نديرو في الخليط. عندي ايضا فاني، سكر فاني، خميره معجونه، والخماره. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه نوضع الماء. من طبيعه الحال حاليا الجو عندنا بارد، فانا مدفيه الماء ومدفيه ايضا الحليب، دفيتهم بجوج غير شويه تحيد منهم البروده. بسم الله. نضيف ايضا الزيت، نضيف ثلاثه المعالق ديال السكر، نضيف الخميره المعجونه، هذه فيها 25 غرام، غادي نوضع النص ديالها، ما نديرهاش كلها بحال هكا. نوضع قريصه تاع الملح، نوضع المعلقه تاع النافع، من طبيعه الحال بالنسبه للزرارة يمكن لكم ديروا اي حاجه، النافع، زنجلان، حبه حلاوه ايضا. نضيفوا البياض بيضه، صفار نخليه حتى ندهنوا به. نضيف ايضا سكر فاني، ما راح حتى نضيفها مع الطحين. بالنسبه للطحين غادي نضيف الكميه اللي غادي تجمع ليا هاد السوائل. كيجيو ساهلين خفاف رطبين، حتى في الخدمه ديالتهم تيكونوا ما تياخذوش واحد الوقت كثير. انا غادي نجمع بحال هذه الطريقه، ومن بعد غادي نستعمل الايدي. اذا هذه تقريبا نص كيلو هذا تاع الطحين، باقي غادي نزيد حتى نجمع العجينه كلها. إذن البنات انا جمعت العجينه ديالتي بهذا الشكل، دابا تقالت ليا نكمل بايدي حتى الخمارة حتى هي ضفتها. انا العجينه ما بغيت نخليهاش تكون قاصحه، انا بغيتها تبقى ليا مرخوفه. اذا غادي نجمع
غير تجمع ليا شويه صافي ونحبس نخليها تخمر. ما نخليها مطلوقه تبقى تلصق في الايد. باش تكون مرخوفه اكثر حتى ملي تطيب تتبقى منفوخه ومفشفشه. اذا غنخليها العجينه ديالي دابا بحال هذا الشكل، نخليها هكا ونغطيها نخليها تتخمر، ومن بعد عاد نرجعوا باش نشكلوها مجموعين. اذا البنات في الوقت اللي غادي تبقى تخمر لنا فيه العجينه ديال القراشل غادي ندوزو باش نحضروا واحد التحليه. تحليه خفيفه سهله وسريعه التحضير. اشنو عندنا في التحليه؟ عندنا نص سطر د الحليب، عندي كيك بارد من البارح، عندي قطع تاع الشوكولاط بهذا الشكل، هما في حقه اختياري يعني اللي ما بغاتش ديرهم ماشي مشكل. عندي بسكوي، عندي جوج الانواع داكشي اللي عندي في الدار، اللي يعني اي حاجه عندنا في الدار نقدروا نستعملوها ماشي بالتحديد ولا بالشرط شي نوع محدد. المهم انا عندي هاد جوج الانواع غادي نستعملهم. عندي ايضا فلون ديال الشوكولاط وعندي السكر. اول حاجه غادي نبداو بها هي نحضروا الكيسان اللي غادي نوضعوا فيهم هاد البودينغ ديالنا، هاد التحليه عفوا. غادي نوضع القليل من الكيك بهاد الصوره، تقدروا ديروا فيها حتى البنان. انا ما غاديش نديرو لان عندي ولدي ما تياكلوش، تياكلش ليا البنان نهائيا، كيتحامش معاه. اذا كيف شفتوا انا دابا حضرت هاد الكاسات، نضغطوا شويه على هاد الكيك باش ما يطلعش لينا، بالنسبه لهاد القطع تاع الشوكولاط انا عندي هذاك الشوكولاط المربعات الكبار هذاك الحار، قطعتهم غير بالسكين بهذا الشكل، وغادي نحط وضع كل كاس غادي نضع فيه طرف. انا ما بغيتش نديرهم هنا على البوطه باش ما يذوبش ليا لانه غيذوب، انما هنا واخا يذوب غادي يبقى مجموع يعني غيبقى بحال لاصوص في الوسط بهذا الشكل. صافي بالنسبه للكيسان هما هادو هما واجدين. ندوزو دابا باش نحضروا الحليب. عندي هاد الكيس ديال الفلون، نقطع هاد الكيس ما فيهش السكر، فانا داك الشيء علاش غادي ندير فيه ثلاثه الكيسان ديال السكر اولا جوج يعني على حساب الماء الذوق. في الحقيقه بالنسبه للسكر كتحكمي فيه. في الحقيقه غادي ندير غير جوج معالق ديال السكر لان عندي البسكوي حلو. هكا غنخلطو مزيان ونخويه في الحليب ونشعل عليه البوطه حتى تيغلى
ونرجع لكم باش نكملوا الوصفة. إذن دابا غادي نوضعو في الحليب ونحرك. غادي نبقى نحرك حتى يقرب على الغليان وغادي نطفي، ومن بعد غادي نضيف ليه هاد لي بيسكوي ونطحنوهم. اذا خليكم معايا حتى نصايبوا هاد الحليب. اذا البنات من بعد ما غلى لينا الفلون ديالنا بهاد الصوره، انا غادي نضيف ليه هذوك القطع تاع الشكلاط، دوك الرقاق، داكشي اللي ملي كنت كنتقطع هذاك الصغيورين غادي نضيفهم. وفي نفس الوقت غادي نهرس هاد البشكيطو، نهرسو ونضيفو ليه حتى هو، ونطحن الكل. انا غادي نطحنو بالميكسور ونرجع لكم باش نصبوه في الكيسان. اذا ما تمشيوش بعيد. اذا البنات من بعد ما طحنت الفلون ديالي، دابا غادي ندوزو باش نصبوه في الكيسان. بهذا الشكل نخليوه حتى يبرد واحد شي شوي وندخلوه للثلاجه، ما ندخلوش هو سخون. كيف كتشوفوا الكيسان عمرو، اذا غادي نوضع كيسان اخرين فين نضيفو مثلا هاد الزليفة. غادي نضيف هاد الزليفة ونضيف فيها حتى هي الشكلاط من الوسط، ونوضع فيها الفلون ديالي بهاد الصورة. وبهذا الشكل كنكونوا سالينا التحليه ديالنا. نخليوها تتبرد ونوضعوها في الثلاجه. ودابا البنات كيف كتشوفوا العجينه ديالتنا خمرت، شوفوا شحال طلعت. انا غادي نستعمل شويه ديال الزيت لان العجينه مطلوقه. شوفوا غادي تلصق لي في يدي، شفتوا شحال خامره. اذا انا غادي نستعمل قطره تاع الزيت في يدي، وهي باش غادي نشكل ضروري غادي تلصق لينا العجينه في يدينا، لان العجينه كيف قلت مطلوقه ومرخوفه مزيان. اذا البنات غادي نكمل العجينه ديالتي ونشكلها كريسات كلها من طبيعة الحال باستعمال الزيت، لأن كيف قلنا العجينة مطلوقة.
غادي نوضع الكريسات ديالي في اللاطة اللي دايره ليها، انا فرشت ليها الورق الفرن باش ما تلصقش. نحط الكريسات من بعدين ونخليهم يسخنوا نخليهم يخمروا للمرة الثانية والأخيرة. من بعد غادي نوضعهم في الفران اللي أنا مسخناه من قبل على 170 درجة العافية من الفوق ومن التحت، من 20 دقيقة حتى 25 دقيقة غادي يكونوا الكريسات ديالنا واجدين، لأنهم خفاف ما كياخدوش واحد الوقت كتير في الطياب. إذا نخليكم معايا البنات حتى لنهاية الفيديو ونشوفوا الكريسات ديالنا كيفاش غادي يجي الشكل ديالهم. وهنا كيف كتشوفوا كنضغط على دوك الكريسات باش ما يجيوناش طالعين بزاف. اذا القراشن ديالنا خمروا كيف كتشوفوا البنات، دابا غادي ندهنوهم ونزينوهم بالزنجلان والحبة السوداء. الفران شاعل تيسخن، نديروهم على عافية متوسطة يعني 170 درجة. دغيا تيطيبو لأنهم خفاف ما تقالش، دغيا تيطيبو. غنديرو نصف الكمية بالحبة السوداء والنصف الآخر بالزنجلان. أنا هذا عندي زنجلان بيض، ماشي مشكل أي نوع كان عندنا ينفع. إذا غادي نحط اللاطة ديالتي في الفران ونتلاقاو إن شاء الله ملي يكونوا واجدين. إذن البنات في الوقت اللي غادي تكون اللاطة الأولى كطيب في الفران، أنا غادي نكمل الدهين ديال اللاطات الأخرين اللي باقين ونكمل لهم أيضا التزيين. ومن بعد ملي يوجد لي الفران غادي نحطهم حتى هما. إذن خليكم معايا البنات، الوصفة ديالتنا قريبة تسالي، الفيديو تاهو قريب يسالي حتى النهاية إن شاء الله، ونشوفوا لي فلون اللي درنا كيفاش غادي يكونوا التحليه يعني، ونشوفوا ايضا هاد القراشل الشكل ديالهم النهائي. اذا البنات القراشلات ديالنا ها هما واجدين، خرجوا من الفران، شوفوا كيفاش كيجيو محمرين، المنظر ديالهم غزال كيشهي، منفوخين مفشفشين وشهوه منهم. شوفوا شحال طالعين، شوفوا الخفه، شفتوا حتى التحليه ايضا واجده. انا زينتها بشويه ديال القرقاع واللوز، هرمشتهم وحطيتهم من الفوق، وغادي نوريكم نشوفوا من الداخل ديالهم كيفاش كيطلعوا. اذا البنات الفيديو ديالنا سالا، الى عجبكم الفيديو كنتمنى عليكم انكم تدعموني بالاشتراك، تفعلوا ايضا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ايضا ما تنساوش اللايك، وشكرا الف الف شكر لكل المتتبعات الجداد والقدام، وشكرا لكاع الناس اللي تيدعموني. بالنسبه للتحليه البنات، المهم انا كلينا النص دافي ما خليناش يبرد، فجات هذاك الشكلاط اللي الوسط جات لاصوص ديالته روعه. ها انتم شوفوا كيفاش كيتبان من الوسط، شوفوا المنظر ديالها
اذا خاصها تكل دافيه. انما الكميه الاخرى اللي درت في الثلاجه بطبيعه الحال هذاك الشكلاط تجمع ما بقاش دايب بهذاك الشكل. الفيديو سالا، شكرا لمتابعتكم، الى اللقاء.